قلت احنا اليوم امام مؤسسات لا مشروعية لها ولا شرعية لها. معلش هيكل اليوم مؤسسات قانوني معناها يقوم بمسألة الحكومة وإن التأسيس احكي يا المام قاعدين نخدو في الهواء. اقتنع بذلك اليوم فراغ قانوني. نحن امام فراغ دستوري وفراغ قانوني. دستوري معناها النظام والقانون الذي ينظم السلطات العموميه، رئيس الجمهوريه، مجلس التاسيس، مجلس الحكومه، مجلس الدستوري، ما نعرفش اتسكرا، فهمتني؟ هذا مش موجود، مش موجود. وفات الدستوريه نتاعو، فات المشروعيه نتاعو. يقول لك يا خويا انا جو سوي او بوفوار ومانيش خارج منهم، واللي مليح فيهم يتفضل. نو سوم دوفون اون سيتواسيون دو فات. أمر الواقع، أمر الواقع، البوليسي أمر الواقع، ورئيس البلدية المؤقت أمر الواقع، ورئيس الجمهورية أمر الواقع، والمجلس التأسيسي أمر الواقع، والحكومة أمر الواقع، ونحن في الضلالة هائمون. ألوغ هنا يجي البديل. وقت اللي شفنا الفشل بتاعك الوزير الأول ثم الوزير معناها ثاني، وقلنا بأنه وصلنا إلى الإفلاس. وقتها جاءوا أهل الخير قالوا هذه ما عم نجموش نخليو البلاد هذه تغرق في السنة واحنا قاعدين نتفرجوا فيها. البلاد غرقت اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وسياسيا نسقط عليهم الكل، ما نجموش نتفاهموا على رئيس حكومة. ما أنا كتب وكأن رئيس الحكومة هذايا هو المسيح وإلا المهدي المنتظر. بحيث بشوية 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 اتضح أن الحوار الوطني الذي من بعثه هذا الرباعي هو نفسه مهدد بالفشل. وتتفكر هاو تو نمدو مرة أولى، هاو تو نمدو مرة ثانية، أي هاو الجمعة الجاية باش نعرفو في الصالة الأخرى اتسكرها. حتى نوصلنا نوصلنا تنجور متنا في كي نقول العباس قال هذايا اخر نهار درنيه كفش. انا اتوقع بان الفشل الذي باء به هذا الحوار الوطني في بدايته سيكون مصير معناها هذا الشيء الحوار في النهار السبت الذي جاي. لا اتصور وليس هناك الدلائل تشير بصفه معناها مرضية أن الأحزاب السياسية مش تتفاهم وهذا ما يصير ما يصير. ناخذ فرضيتين. إذا اليوم معناتها صحيح نهار السبت فشل الحوار وين ماشيين؟ شنو ينتظر؟ أبدا. شوف ناخذ احنا فرضيتين لممكنة. فرضية الأولى وقول لا لا هو القيد وزير أول برك الله لي يدندن ومش نعملوا هذايا ما عملنا المعجزات ومش نتفقوا عليهم. بل كيفاش الوزير الاول هذا شنو المهمه نتاعه؟ المهمه نتاعه هو مش يقولوا له راك انت انسان مستقل وخارج على الاحزاب وانت عندك العقل وانت عندك التجربه وانت عندك المعرفه بالله خرجنا من هذايا عمره ما يصير. جميل لكن اون دون ان بلون سان معناها جميع اللي بقى تقول ملك الشعب شو قلت لك ثواب تفهمني توا باش نشوفوا الترتيب الوزاري. الترتيب الوزاري حبه تعبير باش توصل لها على خاطر الخلافات اللي صارت حول رئيس الوزراء مش تجي هي نفسها فيما يخص كل وزير. فهمت فيما يخص كل وزير هاي صوت الشتات لا مش باهي لا ما يعجبنيش اي ماشي نذوبوا في اختيارات نتاع البلاد. البلاد قاعده تخرب برا يا سيدي معجزه ربما سيدي بالحسن يوقف لنا ويقول لنا بربي يجعل منكم العقل هاو الوزراء اللي باش تعطيهم سيبوزون ها تساري ما عملنا شيء باسكو انت جبت الهاردوير نتاع الاورديناتور اما نفس السوفتوير. السوفتوير شنو؟
هو البرنامج نتاع الحكومة هذا. ما يكفيش برك أن تقول يا أصلا فلان وفلان وفلان وزراء بورك وفير. الناس هذوما مش يسميوهم وقت اللي باش يجيو إلى بورك وفير مع تجديد مش يبقى ما ثم إلا حل وحيد هو أن نفيقوا من الدوخة نتاعنا اللي احنا مشاف عقلنا بأن هالمؤسسات هذه هي صاحبة السيادة وهي اللي عندها الحل والربط وهي اللي مش تخرجها. هذا هو الغلط أو المغافلة. قلت لك أن هذه المغافلة تبرأ. المغافلة تبرأ هو أننا كنا نعتقد غلطا أن المجلس التأسيسي والتقور والرئيس الحكومة والأحزاب والسي الشعب وسي حفل هنا باش يجيبوا لنا المعجزات. هذه هي الغلطة الكبيرة. إذا كان باش تبقى فات الحلقة الخبيثة راهو الفشل اللي بديتو في 2011 مش يمتد الى يوم يرجعون ما دام الانتقاد في الحلقه هذه. ماني ايش نعمل؟ انا قلت يجب علينا ان نتجاوز حاجز الاحزاب. يلزمنا نتجاوز حاجز الاحزاب. ايش معناها؟ معناها يلزمنا نفهم بان الحل نتاع الازمه نتاع ماهيش سحاب الهمامي ولا الشادي ولا سي قروي ولا سي جندوبي وما نعرفش عليهم اتسترا. الحل هو في يد صاحب السياده الذي هو الشعب. والشعب لا ينسيناه من 2011 هاكا عطانا هاكا ونسيناه خليناه في الميزيريا نتاعو قاعد يعطوا ولوا كيلو لحم ب 30 دينار ما تقولش علينا في ديمقراسي بوبيلار نتاع البحر. أما اليوم علاش احنا حاجة باش نرجعوا للقانون معناتها باش نفرضوا على الحكومة معناتها تعمل استفتاء وشكون يضمن لنا الاستفتاء هذا باش يكون معناتها لصالح الشعب ولا مش باش يتزور؟ شوفي احنا راهو تو افهم بأننا لسنا في حالة شرعية ولسنا في حالة مشروعية. رئيس الجمهورية ما هو إلا الترطور وزيادة على ذلك. ليس له مشروعية في النفوذ نتاعه. قلنا نصام دانز اون سيتياسيون دو فات. حكومة سيتياسيون دو فات والبوليس سيتياسيون دو فات والمدير في سيتياسيون دو فات ورئيس الجمهورية كذلك ومش مالا شنو هو؟ انتفاضة من جديد ثورة. ها شنو نقول أنا؟ ثم برشا ناس يقولون إذا كان باش تخرج لنا من الدابة هذه الأولى هذه بأن ما ثماش مشروعية في الكل اللي احنا قاعدين نتسطروا عليها. اذا كان باش تخرج لنا بعد راهي باش تولي الفوضى والسييس الى باجاي اتسترا ومش تدخل في شنو مش نوريو في معناها في الصومال ومش في شنو اتسترا. انا نقول هذا كلام مغلوط وهذا كلام مجهول باش يخوف الشعب وباش يمنع الشعب من معناها تدرج الامر ومن محاوله الخروج من هذه الازمه. انا نقول بأن ثم حل ليس وراءه الفوضى كما يدعون وهو يمكننا بحول الله من الخروج من الخلطة بصفة معناها صحيحة وجديدة. شنو أمل هذا؟ خلينا نتفاهموا أن اليوم ما سماش مشروعية في البلاد. يا نهار ما سماش مفاهيم. والناس هذوما كلهم قاعدين يحكموا وانا عندي الحق اللي كان ناقض في الشارع والبوليس يخلي اقف ويقول له لا ما نقفش خاطر انت بوليس بالكذب مش ما عندكش قانون. شكون يعطيك الاذن باش انت تجي ما عندكش وزير الداخليه بتاعك ورئيس الوزراء بتاعك قلت له فزت يعني في الهواء نقول بس انا نقتنع بالشيء هذا. انا اقول بان في الاطراف اللي نشوفوها احنا في العمل السياسي ثم نجم نقول جهات مازالت سليمه ثم معناها هياكل مازالت سليمه ما ضربهاش لو كانسير بتاع السياسه والسياسويه والحزب. شنو هو؟ لا هو الراعي هو الرباعي الراعي للحوار الوطني. يلزم الرباعي يخرج من دور الوسيط ليصبح طرفا متكاملا
الصلاحيات. هذا المجموعة اللي نسميها احنا الرباعي الراعي للسفراء يمثل اكبر أغلبية الشعب التونسي. وقت اللي تحط الخدام والأعراف والبوكاتية ومن يتعاطف معهم هي الكنة الشعب التونسي كله. أنا أقول بأن الناس هما معناها يتمتعوا بأكبر شرعية ولو طلب أنت الأحزاب السياسية كلها مع بعضها ما عندهمش درام مشروعية. الحلول هذه تتمثل في أولا أن الرباعي الحوار الوطني يتكلف ويصرح أمام الشعب بأنه مقدم على تقديم مشروع متكامل أمام الشعب يعرض فيه الحلول التي يراها صالحة للخروج من الأزمة. شنو نقولوا لديه؟ يجب يعمل دستور. أنا أقول في الوقت الحاضر الدستور هذايا الخبراء ينجم يكملوه في جمعة. القيم مازال خدمة مازال ينجم ينجزوها في جمعة واحدة. يلزم ثانيا قانون انتخابات جديد وما وراه من ترتيبات وما إلى ذلك. أنا أقول في 15 يوم ثم خبراء اللي نجموا يعملوا نص متكامل ومدقق ومفصل بها. يلزم حاجة ثالثة هو هيئة مستقلة جديدة. هذوما الهيئة المستقلة ثم أنا فراضيتين ثم نرجع للسي جندوبي ولا نفسخوا ونجيب ونعاون نعمل أنا هيئة جديدة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني نقول بأن المؤسسات الحالية معناها رئيس الجمهورية المجلس التأسيسي الحكومة غير قادرة اليوم أو غدا وكما أثبتت ذلك لمدة سنتين غير قادرة على الخروج بالبلاد من الأزمة من الجنوش. ولهذا أقول أنا اقتراح هو أن الرباعي يكون مجموعة حكومية ويكون هذا باش تخلف رئيس الحكومة والحكومة وراءه ويكون مجلس أعلى للدولة الذي سيحفظ وسيسهر على حرمة الدولة وعلى استقلالية الدولة ويخلي من وراء ذلك منها الترطور اللي موجود توا في كركار.